أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ملفات اقتصادية. اليوم سيكون حديثنا عن موضوع صناعة السياحة وأهمية السياحة وخاصة الاقتصاد السياحي، كيف تعتمد بعض دول العالم فعلا على هذا الموضوع كمردود لخزينة الدولة، كيف يمكن أن تستغل المواقع السياحية لديها سواء كانت سياحة دينية شتوية مواقع طبيعية، بالإضافة إلى كل ما يمكن أن يتعلق بموضوع السياحة لكي تكون هي من في مجالات التنمية الاقتصادية لهذا البلد، وخاصة أن نحن اليوم في سوريا نتمتع بعوامل جذب كبيرة بالنسبة للسياحة. حول هذا الموضوع سيكون ضيفي في الاستوديو الدكتور نوار حمودي، وهو دكتوراه في الاقتصاد ومدرس في جامعة تشرين، وأيضا موجه اختصاصي في مديرية تربية اللاذقية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. يا هلا. أهلا وسهلا فيك. رح نطلع فاصل ونرجع نكفي حديثنا. تابع معنا. هلا. دكتور أهلا وسهلا فيك. هلا. أهلا وسهلا. دكتور، بداية بدنا نحكي عن أهمية السياحة، يعني نحن اليوم نعرف دائما في كثير من دول العالم فعلا بتعتمد ب 70 و80% من مردودها على خزينة الدولة من موضوع صناعة السياحة بشكل أصبحت صحيح. أصبحت اليوم الصناعة، نعم، قطاع السياحة أصبح من أهم الصناعات في العالم المعاصر، زادت أهميته حتى الصناعات الثانية، الزراعة والصناعة وغيره، وتجاوزت أهميتها حتى صناعة السياحة الصناعات التقليدية والتحويلية كلها. نعم. لأنه قطاع الصناعة اليوم قطاع السياحة عم يمثل لي أو عم بيساهم أول شيء بالتنمية الاقتصادية بشكل كبير. نعم. عم بيزيد الدخل الوطني والدخل القومي، عم بيأدي عم يأمن لي فرص عمل بشكل كبير، وبالتالي عم بخفف من نسبة البطالة، أيضا عم يساهم بالوعي الاجتماعي وتبادل الثقافات بين، نعم، الشعوب، كلها هي أدت طبعا بالإضافة إلى نحن اليوم بالعالم المعاصر اتجاهنا نحو السياحة نتيجة اتجاهنا صار خدمي للتخفيف من الضغط الكبير اللي أو النقص أو الضعف الحاصل بالقطاعات الثانية، نعم. فبالتالي أهم من أهم أنواع الخدمات هي الخدمات السياحية والفندقية اللي طبعا هي بتميز وافضل اشكال الخدمات نتيجه ديناميكيه القطاع السياحي ومرونته وقدرتنا على التحكم فيه بشكل اكبر. طيب، قدرتنا على التحكم فيه بشكل اكبر بتاخذني على محور ثاني، وهو طبعاً اليوم نحن كيف ممكن فعلا يكون في عندنا هي العوامل الطبيعيه اللي موجوده عندنا تؤسس طبعاً بشكل اساسي لتكون عمليه جذب او مواقع جذب طبعاً للسياحه. نحن المشكله انه عندنا هذا العامل الاساسي للجذب، هو جذب عامل الجذب الطبيعي، المقومات الثانيه نتيجة الحرب اللي مرقنا فيها نحن خلال السنوات الماضية، نعم، أدت إلى ضعف في القطاع السياحي أو تدمير أو خراب بكثير نسبة كبيرة من المنشآت السياحية والقطاع السياحي، فبالتالي نحن العامل اللي عم نعتمد عليه اليوم تمتعنا بالجذب العامل الطبيعي اللي بنتمتع فيه كبلد، ومن أخص بمحافظتنا اللاذقية اللي كثير فيها تنوع، جبل، سهل، غابة، بحر، يعني نحن مناخنا المعتدل، كل هالأمور أدت أنه نحن عندنا مقومات طبيعية بامتياز، لكن المقومات الثانية كتير بدها شغل وبدها وقت كتير حتى نرجع نتعافى، وكله بيأثر يعني بطريقة أو بأخرى، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتأثر على عوامل الجذب بهذا طبعاً الموضوع. طبعاً أكيد أكيد بتأثر، لأنه نحن اليوم إذا ما عندنا تسويق سياحي صح، نعرف ترويج سياحي صح، ما رح نوصل، ما رح يكون عندنا أعداد سياح بشكل بدنا إياه، يعني نحن تراجع ملحوظ وتراجع كبير عندنا بأعداد السياح بعد الحرب، قبل الحرب كان عندنا انتعاش سياحي كبير، وصلنا لمرحلة من التطور السياحي سبقنا كثير بلدان بالعالم، لكن نتيجة الحرب والتخريب والدمار اللي صار خسائرنا كانت بالمليارات، يعني بالقطاع السياحي تجاوزت ال 400 مليار خلال هي إحصائية وزارة السياحة بعام 2015 تتجاوز 400 مليار، تخيلي انه لوين وصلنا. القدوم انخفض نسبه القدوم بنسبه 98%، اكيد بسبب يعني نتيجه الحرب، تخيلي 98% وصلنا نسبه الانخفاض بالقدوم السياحي، يعني انخف عدد السياح بنسبه 98%، 400 منشاه خارج الخدمه، 45% منشات خارج الدمار، يعني وصلنا لأرقام كبيرة بالدمار على مستوى سوريا، نعم، ولكن اليوم بنرجع بنأكد أنه حتى لو كان في تأثير للحرب على تطور القطاع السياحي، تمام،
عدنا من جديد اليوم مثل ما بيقولوا طريق الأكمل. طبعا أكيد أكيد اليوم بلشنا مرحلة إعادة الأعمار، مرحلة جديدة يعني طبعًا. نحن عم نشوف هلأ اليوم هيدا الانتعاش ولو كان بشكل بسيط، ولكن يوجد انطلاقة ولو خفيفة. عم نشوف الملتقيات، عم نشوف المؤتمرات، عم نشوف هاي القصص قديه بتفيد اليوم ضمن القطاع السياحي، وخاصة عندما تكون ضمن منشآت سياحية. تماما. هلأ نحن اليوم أكيد همنا الأساسي نرجع بقطاع السياحة ونطوره. طبعا هذا كثير بده شغل، كثير بده تعب، طبعا باشراف اكيد من وزاره السياحه، مختصين باشراف لجنه، ولازم تكون هناك لجنه سياحيه مختصه بهالموضوع، تضع خطه عمل متكامله، خطه عمل تضمن او تشمل جميع محاور العمل السياحي. نعم. تمام، كل المحاور من مستثمرين الى عمال ذوي خبرات الى حتى المجتمع الاهلي، كلها السائحين، كلها بدها تجتمع هالعوامل حتى نحن نوصل ل او نرجع بالقطاع السياحي. طبعا نتيجه هلا بلشنا مرحله اعاده الاعمار، بعد ما وصلنا لهالدرجه الحمد لله بفضل تضحيات وانتصارات جيشنا العربي السوري البطل، اللي وصلنا هلا رجع الامن والامان لغالبيه مناطق السوريه، بقى فينا نحن اليوم نرجع نبلش بمشاريع استثمار سياحي صح. طبعا هذا وفق خطه، يجب أن نمسح الواقع السياحي، مسح عملية مسح كامل للواقع السياحي بكل مقوماته، التسويق والترويج السياحي، الحرف والمهن، الترويج السياحي، الاستثمار السياحي بشكل صح، كل هالأمور يجب أن نضعها بأعيننا ونبلش فيها بشكل صح. اليوم أنت أخذتني على فكرة كتير مهمة دكتور نوار، بجوز نحن ما حكينا فيها تحت الهواء، أنه أنت اليوم قلت مسح اقتصادي. أنا اليوم عندما أتيح للمستثمر أي فرصة لكي يعمل على هذه الأرض بطريقة أو بأخرى، سواء كان عن طريق القروض، سواء كان عن طريق التراخيص، سواء كان عن طريق وضع التسهيلات المهمة أمام هذا المستثمر اليوم لكي يكون هناك الاستثمار الصحيح على أرض الواقع. نحن بالإضافة لهالخطة اللي عم نحكي عنها، اللي حكينا أنه لازم يكونها خطة سياحية متكاملة تشمل جميع المقومات العمل السياحي أو العملية السياحية، أيضا في عوامل تانية الوعي الثقافي عند الجمهور كتير مهم، أنه كيف نتعامل مع السائح، كيف نجذب السائح، كمان هذه نقطة كتير مهمة يجب نضوي عليها، أنه الوعي عندنا نحن كمجتمع للعملية مجتمعية، ثقافة مجتمعية تماما. بعدين كمان جذب السياح او جذب المستثمرين عفوا، كيف بدنا نجذب المستثمرين من خلال مثل ما حكيتي انت ملتقيات ومؤتمرات وعرض هذه المواقع. طبعا وبسط له الموضوع، يعني كثير يكون في مثل ما حكيتي قروض، شويه تسهيلات حتى نجذب المستثمرين ورؤوس الاموال كانت محليه او عربيه او اجنبيه حتى تستثمر عندنا بالمجال السياحي. هلا نحن بدنا نحكي عن انواع السياحه اللي هي فعلا لازم تستغل من قبل الحكومه لكي تكون هي يعني هي ملجا لهذا المستثمر لحتى يكون في الارض. عندنا انواع كثير مهمه للسياحه، اول شيء عندنا موضوع السياحه، عندنا اول شيء السياحه الطبيعيه اللي هي كثير مهمه عندنا ومنتشره عندنا بكل الاراضي السوريه، السياحه الطبيعيه والتاريخيه، نتيجه نحن تنوع مناخنا وتنوع تضاريسنا من جبل، سهل، غابه، بتعرفي بحر، يعني هذا السياحه الطبيعيه كثير مهمه. نعم. عندنا السياحه البيئيه كمان كثير مهمه اللي تم فيها بالجانب البيئي، كمان تحتاج لموضوع كغابات محددة عندنا بالإضافة تماماً لحماية تماماً محميات، لأنها محميات طبيعية مثلاً صحيح، مثلا أم الطيور، غابات الفرلوغ، محمية بن هاني وغيرها، محمية جوفين بجبلة، يعني في أكثر من كتير. صحيح. تماماً. عندنا السياحة الريفية كمان، السياحة الريفية كتير مهمة، زيارة نحن بتعرفي ريفنا كتير جميل والطبيعة فيه رائعة. عندنا سياحة المغامرات اللي هيدي ما موجودة، يمكن عندنا بنسبة بسيطة، حب التشويق والمغامرة، يعني بلشت هلا تكون موجودة، صيد، تسلق الجبال وغيرها. عندنا السياحة التعليمية، الندوات التعليمية، سياحة المؤتمرات اللي بتصير ضمن صحيح انعقاد مؤتمرات. عندنا السياحة الدينية كمان اللي كثير عندنا جانب هي مهمة، وهي أقدم أنواع السياحة على فكرة، السياحة الدينية هي أول أنواع السياحة، نتيجة بداية كانت الناس كلها تسافر من أجل أما التجارة أو الجانب الديني وزيارة الأماكن المقدسة والحج. صح. ونتيجة تقديم الخدمات السياحية لهذا الموضوع نشأت السياحة الدينية، وهي من أوائل أنواع السياحة وأقدم أنواع السياحة. صح. السياحة الدينية. صح. طبعا هي بتتم غالبا عن طريق مجموعات سياحية أو جروبات بتزور الأماكن المقدسة،
وبتم تعرف على ثقافات هذه الأماكن من خلال هاي الجروبات. أكيد، وما رح ننسى السياحة الأثرية اللي جدا مهمة. طبعا عندنا السياحة الأثرية، حكينا الطبيعية والتاريخية تتضمن الجانب الأثري. نعم. طبعا تتضمن، نحن نتيجة تمتعنا بكثير. نحن موقع أوغاريت، طبعا عندنا قلعة بلادية، قلعة صلاح الدين، قلعة المهالبة، مدرج جبلة، الروماني، قصر أوغاريت. عندنا كثير معالم اثريه بلادية كثير، ومتاحف، طبعا متاحف بشكل كبير. وبالاضافه اخر انواع السياحه والكمان كثير مهمه هلا منتشره بشكل كبير، هي السياحه الرياضيه نتيجه الفعاليات الرياضيه اللي عم تتم حول العالم كله. طيب اليوم في سبيل اعاده الحياه للقطاع السياحي هناك دائما يجب ان يكون دراسه. حضرتك تمام. ذكرت قبل شوي انه نحن لازم نعمل مسح لهي المناطق، لازم يكون في عندنا داتا مهمه جدا. تمام. تمام. موجوده، واكيد هي موجوده بوزاره السياحه، ولكن يجب تعميمها. تماما. تعميمها سواء كان على المكاتب السياحيه، سواء كان على مكاتب السفر، سواء التواصل مع الجروبات، انه تكون موجوده هي بطريقه صحيحه لاستغلالها اقتصاديا. طبعا تماما. نحن عم نحكي لما حكينا بموضوع الخطه الوطنيه، قلنا باشراف وزارة السياحة لجنة سياحية متكاملة هي توضع هذه الخطة وتعمل مسح كامل، وتكون من خلال إجراء جمع البيانات والمعلومات عن كل مناطق السياحية بسوريا. كل المناطق السياحية بنجمع عنا بيانات ومعلومات وبنحدد هذه البيانات ونوزع مثل ما حكيتي أنت على كل من يستفيد من هذه المعلومات. صح. من أجل هذه الخطة تكون بشكل صح. بالإضافة حتى نطول قطاع السياحي، حكينا بجانب التوعية الثقافية عند الناس وجذب المستثمرين، أيضا هناك شيء مهم كمان التوازن بين كل مقومات العملية السياحية من مستثمر. هي فكرة جدا مهمة، التوازن. طبعا إدارة التوازن السياحي هذا محور كثير مهم. صح. إدارة التوازن السياحي، يعني نحن كيف نحقق التوازن بالعملية السياحية بين المستثمر، السائح، العامل، نجيب الخبرات والعاملين، نزود الكفاءة، والمجتمع الأهلي الموجود في المنطقة السياحية. لما بيكون في عنصر على حساب عنصر أكيد بها تفشل العملية. الكل ياخذ حقه، الكل يكون صح، الكل يشتغل بشغله بشكل صح، وقتها بتنجح أكيد وبنوصل لصناعة السياحة اللي نحن بدنا إياها، تكون صناعة استراتيجية متكاملة تسهم في عملية التنمية الاقتصادية بالبلد. جميل جدا هذا الكلام. كلامك أخذني اليوم إدارة التوازن السياحي للسياحة الشتوية، قد ايه نحن لازم نستغلها عنا. تمام. نحن للاسف السياحه الشتويه تقريبا من عدمه عنا. طبعا في كثير عوامل، الفعاليات الاقتصاديه عنا بالبلد ما عم تهتم وما عم تحاول تنشط هذا الجانب نتيجه اعتمادنا دائما على نحن السياحه. عنا موسميه اللي هي تعتمد على موسم الصيف. موضوع الترويج، هي الفكره الخاطئه انه نحن اليوم لازم دائما نعدل الافكار اللي موجوده. تماماً. مزبوط. نحن السياحه موجوده عندنا بالصيف طالما في بحر وفي جبل وبيهرب من الشوب على البحر وبيطلع على الجبل. لا، نحن كمان السياحه الشتويه جميله يعني جدا. نحن اليوم عندنا الجبال، عندنا المناظر الطبيعيه، عندنا الغابات. يعني نحن مثلا شلالات. بالنسبه لمحافظه اللاذقيه عم نحكي عن 80,000 هكتار مساحه الغابات عندنا. تخيل يعني 40% من مساحه اللاذقيه هي غابات. تخيلي قديش عندنا مناظر طبيعية وقديش عندنا جمال. هذا الموضوع لازم نستغله بموضوع السياحة الشتوية. طبعا من خلال كثير عندنا كمان أمور لازم نشتغل عليها، هي زيادة فعاليات مهرجانات نعملها بالشتي. نحن عندنا مواسم بالشتي، نحن ما عم نحاول نستغلها، نحن اعتمادنا دائما على موسم الصيف. الترويج عم يكون، الدعاية الإعلانية دائما عم تكون لموسم الصيف. يعني أنا اليوم إذا بدي أوقف عند الترويج أو الدعاية الإعلانية، قد إيه مهم اليوم؟ يعني كثير في ناس بتقول لك إنه أنا بروح على أي بلد ممكن يكون في لوحات تعريفية، ممكن يكون في دليل لحتى أنا أتعرف على هذه المنطقة. تماما. بالإضافة تماما. لهذا الموضوع، هذا طبعا هذا المطلوب من وزارة السياحة ومديريات السياحة الموجودة بالمحافظات، أكيد لازم تكون موجودة هالأمور، تعرف السياح على من خلال مثل ما حكينا من هي المنشورات على المناطق السياحيه الموجوده. طيب انا بدي ارجع شوي على فكره اداره التوازن السياحي لو سمحت لي، اللي طرحتها حضرتك. اداره التوازن السياحي حكيت انت عن اكثر من عامل لازم يكون موجود، وما لازم ياثر عامل على عامل. تمام. اخر. تمام. لحتى تكون العمليه متكامله وبالاخير انا. تمام. احصل على ناتج اقتصادي سياحي متميز لإلي انا كمستثمر او كمالك لهي المنشاه السياحيه، بالاضافه بالاخير يعود كله الى
منفعة للبلد أكيد بشكل أكيد كامل أكيد. ولكن هذه إدارة التوازن السياحي أهم عنصر فيها، أنا ما بعرف نظري بشوفه، تصلح لي حضرتك، أنه نحن بنشوف هو العامل الذي يعمل ضمن هذا القطاع. طبعا تدريب يعني العامل، هذا نقطة كثير مهمة، تدريب العوامل بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي، الفكرة اللي حكيتها حضرتك، ولكن أن يكون المجتمع المحلي المحيط بهذه المنشأة السياحية هو العامل ضمن هذه المنشأة السياحية. تماما يعني تماماً. أول شيء أنا بكسب تماماً. العناصر الأخرى صح. قريب تماماً. من منزله بيقدر يخدمني بأي وقت تماماً. معين تماماً. فضل. من طبعا موضوع العامل نحن لازم نقوله كثير أهمية كبيرة، لأنه نحن نفتقد للخبرات السياحية المؤهلة والمدربة بشكل صح. بصراحة نحن منجيب العامل ما عنده خبرة بموضوع أو ما أنه مؤهل للعمل بالمجال السياحي. موضوع العمل بالمجال السياحي كتير مهم وكتير خطير، لأنه طريقة التعامل مع السائح نوليها كتير أهمية، أنه نحن لازم نجذبه للسائح بطرق معينة. نعم. أكيد يعني موضوع تدريب العاملين من خلال طبعا هذا الموضوع أكيد من خلال نحن عندنا معاهد سياحية ومعاهد فندقية بتعرفي وكلية سياحة، هذا الموضوع كتير مهم، لازم نرفد السوق السياحي بهؤلاء الخريجين المؤهلين والمدربين الكوادر المؤهلة القادرة التعامل مع السائح، لأنه التعامل مع السائح إنه كتير موضوع مهم، هو اللي بيجذب هذا السائح أو لا. طبعا هدول الكوادر المؤهلة والمدربة الخبرات التدريبية نحن فينا نعمل دورات، نحن طبعا هذه الدورات بتكون لرفع مستوى الأداء، طريقة إدارة المنشأة، كل هذا الموضوع كتير مهم. طبعا من خلال مثل ما حكينا نحن توافر أو وجود مجموعة من المعاهد السياحية والفندقية وكليات السياحة المرتبطة بالجانب السياحي أو السوق السياحي. هذا بياخذنا على فعلا قد ممكن الفكرة اللي حكيت فيها حضرتك ببداية الحلقة، أنه نحن هذا الشيء بيخلق فرص عمل جديدة للشباب للكوادر الجديدة. قطاع السياحة كتير يعني هو تخيلي نسبة أنه أي عامل بيشتغل بالقطاع أو قطاع السياحة هو بنسميه نحن كثيف للعمالة، يعني كل إنفاق بالقطاع السياحي لعامل واحد أو تشغيل نسبة عامل بالقطاع السياحي ضعف تشغيل بأي قطاع تاني. يعني أي قطاع أو أي منشأة سياحية بتحتاج لعمال ضعف منشأة بمجال أو بقطاع آخر. طبعا هذا بالإضافة لعامل تاني هو توليد فرص العمل بالقطاعات التانية، يعني نحن ما بنكتفي بمجال السياحة انه عم نجيب عامل للقطاع السياحي، لا نحن عم نولد فرص عمل بالقطاعات التانية اللي عم تعتمد عليها نحن بالقطاع السياحي. نحن العمالة اللي عم تتولد من السياحة هي ثلاث أنواع. نعم. دائما عمالة المباشرة هي اللي بتكون ضمن الفنادق والمطاعم ووكالات السفر والكافيهات وغيرها، هي عمالة مباشرة انه انا فورا بجيب العامل بشغله بالمجال السياحي. نعم. ثاني أنواع العمالة هي الغير مباشرة، هي بالقطاعات اللي عم يعتمد عليها القطاع السياحي، يعني بالقطاع الزراعي بالقطاع الصناعي، لما عم أسس أنا بدي أساس للمنشأة بدي طعام، كلها من وين أنا بدي أخذ هالأمور؟ من القطاعات الثانية اللي أنا عم بيعتمد عليها القطاع، فبالتالي أنا عم شغل عمال أيضا من المحيط الخارجي من المنشآت السياحية، عم شغل من القطاعات الثانية الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها، كلها عم تشتغل هالأعداد العمال هي من خلال اعتمادها أو تعاملها مع القطاع السياحي. صحيح. من توريد ألبسة، غذاء، سيارات، خدمات، مستلزمات العملية السياحية بشكل عام. ثالث أنواع العمال هي العمال المحفزة اللي هي بتحفز السوق، تنشط السوق، أنا لما بيجي السائح أنا بتنشط السوق بشكل عام، فهي العمالة أنا بصير أنا بحاجة عمال بكل المجالات. صحيح. هاي العمالة المحفزة اللي عم نحكي عنها، الثالث أنواع العمالة، أنه أنا نتيجة الإنفاق السياحي من السائح بيصير عندي حاجة عمال بكل القطاع بكل المجالات السوق، حتى بكون في عندي مردود أنا زائد في هذه المنشأة الاستثمارية. أنا اليوم العامل عندي بيكون راضيان، بالإضافة اللي أنا فيني أجيب عامل آخر خفف عن عامل موجود تماماً عندي. تماما يعني لك هي كلها بالاخير انت ما حكيت حضرتك هي توازن، يعني عمليه متوازنه بين الجميع. قديش خلاقه للعمل والفرص لعمل القطاع السياحي، يعني عم يخلق لي عمل بكثير مجالات، ما بس صحيح. بالقطاع السياحي، القطاعات الثانيه اللي عم تعتمد او عم يعتمد عليها القطاع السياحي ايضا. تمام يعني صحيح. هي بنسميها كثيفة لليد العامل او العمال. هلا كل شيء حكينا نحن عنه هو يصب في موضوع تطوير هذا المنتج السياحي او تمام. صناعه السياحه، ولكن عندما اقول صناعه سياحه انا اليوم لا يمكن ان اعتمد فقط على وزاره السياحه، وانما هناك طبعاً. وزارات اخرى يجب ان تتدخل في هذا حتى الموضوع. القطاع الخاص حتى القطاع الخاص له جانب كبير، ونحن كمان لازم ان نفعل القطاع الخاص في دعمه للعمليه السياحيه او للقطاع السياحي، يعني مثل ما حكيتي انت الوزارات الثانيه ايضا لها دور كبير
كل الوزارات لازم تساهم مع وزارة السياحة في دعم وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة المالية، يعني كلها وزارة التجارة الخارجية، وزارة التجارة، كل الوزارات. بالإضافة حكينا جانب مهم هو القطاع الخاص، كثير يجب أن يدعم. لهيك عم نحكي خطة، لما أنا حكيت خطة سياحية متكاملة تشمل كل القطاعات أو كل من له علاقة بالجانب السياحي، لبناء عملية اقتصادية صحيحة، لبناء صناعة أو صناعة سياحية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية. جميل هذا الكلام. طيب أنا اليوم بدي أحكي شوي عن خصوصية محافظة اللاذقية بهذا الموضوع، تمام. وخاصة أنه نحن بنتميز مثل ما حكيت حضرتك ببداية الكلام، أنه نحن عندنا بحر، عندنا جبل، عندنا سهل، نحن عندنا تلال، غنى بكل المقومات، بكل المقومات السياحية. اليوم قد ايه فعلا محافظة اللاذقية يجب العمل عليها من هذا الجانب، وخاصة انه نحن اليوم المساحات الخضراء الموجودة في المحافظة تغطي تقريبا 80% من مساحة المحافظة، بالإضافة إلى انه نحن كثير يعني بين مديرية الزراعة ومديرية السياحة انه لا نحن محافظة زراعية سياحية، وبنقولوا سياحية زراعية، تمام. ولكن لا يختلف يعني بالأخير، لا نختلف على هذا الموضوع، وإنما بالأخير هي زراعية سياحية أو سياحية زراعية، هي اليوم تمتلك من المقومات الكثير. تماما، نحن عندنا المقومات، يعني عندنا إرث حضاري وتاريخي كبير، نحن مهد الحضارات، يعني مولد الأبجدية الأولى، تمام. أنا بدي أحكي عن هذا الموضوع عندما أقول هناك سياحة داخلية، تماما. نحن المشكلة هي المشكلة الأساسية عندنا، أنه نحن عندنا السياحة بلادي هي سياحة داخلية فقط. السياحة الوافدة تقريبا بشكل كثير ضعيف، خاصة بسبب أثناء الحرب، نعم. بسبب الحرب السياحة الوافدة صارت عندنا منعدمة تماما، وصرنا فقط معتمدين على السياحة الداخلية، وعندنا العوامل اللي بتعيق السياحة الداخلية هي طبعا اليوم ضعف الدخل، ما عندنا اوقات فراغ العمل بشكل كبير، يعني ما بتحس المواطن اليوم مانو يعني عنده شغل عنده عمل، يعني موضوع السياحه صار كثير موضوع عنده ثانوي او ما عم يهتم فيه بشكل كبير. تمام، ولكن بالاخير نحن بنعتمد من المحافظات الاخرى. تماما، نحن عم يجي لعنا من المحافظات الثانيه، هلا نحن مثل ما حكينا عندنا غنى تاريخي كبير، عندنا مقومات طبيعيه او جمال طبيعه خلابة، عنا نحن بنمتد على سواحل الشاطئ الأبيض، البحر الأبيض المتوسط، يعني كل هاي العوامل، بالإضافة لأن عامل مهم هو المناخ المتميز، صحيح. المناخ اللي عنا المعتدل والمتميز والتنوع اللي عنا بشكل كبير، يعني كل هاي المعالم الأثرية، المتاحف، كل هاي الأمور جعلت من اللاذقية أنه مقصد سياحي كبير. بس اللي بحس بنفسنا أنه اليوم طبعاً هي مانا بهالقوة أو بهالضخ، لأن اللي بتستاهلها تماما، صحيح. هلأ أنا بس بدي نوه على فكرة أنه نحن حكينا عن المغامر السوري أو عن سياحة المغامرات. نحن هلأ بلشت تظهر عنا باللاذقية أو بسوريا بشكل عام، وهي أنا بوجه له تحية كتير كبيرة لإبراهيم سعود هو وكل أصدقائه اللي معه، وأي حدا بيحب يشوف المناظر الطبيعية فلا يفوت على صفحة المغامر السوري، تمام. تكون موجودة، عم يعرض هاي الأنشطة. نحن اللي بيكبروا القلب هدول الشباب، تمام. وقت ما نشوفوا نحن عم يطلعوا ويصوروا وينزلوا فعلا لحتى تشوف الناس كلها نحن قد ايه عندنا هي المواقع السياحيه الجميله، تماما. الخلابه. قلت لك نحن بحس بنفسنا انه نحن نمتلك من المقومات السياحيه الكثير، وبنسبق كثير بلدان من العالم، بس نتيجه مثل ما حكينا، وكان عندنا على فكره نهضه سياحيه كبيره، صحيح. وصلنا لدرجه انفتاح اقتصادي ان شاء الله كبير. بنرجع ان شاء الله يعني يا رب. نحن بس بدها تكاتف جهود الكل، مثل ما حكينا الكل لازم نتكاتف جهودنا كلنا حتى نرجع نقوي هالسياحة ونرجع ترجع الصناعة استراتيجية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، اللي هي كانت من ثاني مورد لخزينة الدولة بعد النفط في سوريا. صحيح. السياحة هي سبقت الزراعة وسبقت الصناعة خلال فترة ما قبل الحرب، لكن نتيجة الظروف اليوم تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الموضوع. إن شاء الله يا رب نشوف لقدام، يكون لنا لقاءات دكتور حول هذا الموضوع، أكيد. ونحن أملنا كبير طبعا، نحن مثل ما حكينا هلا بدلشنا مرحلة إعادة الأعمار، والجانب السياحي أكيد له جانب كبير بهالموضوع. شكرا كثير لك دكتور نوار حمودي، دكتوراه في الاقتصاد ومدرب في جامعة تشرين وموجه اختصاصي في مديرية التربية، وكانت رسالة دكتوراه لك حول صناعة السياحة، تمام. وأهميتها في التنمية الاقتصادية. أنا كثير بشكرك لوجودك معنا اليوم بهالحلقة القضايا الاقتصادية، الفرصة الحلوة اللي أعطيتيني إياها حتى نحكي شوي عن السياحة وعن محافظتنا اللاذقية اللي نحن كلنا أكيد بنحبها ونتمنى للتطور طبعا لبلدنا أكيد.
سوريا، كل التطور والازدهار طبعا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وبانتصارات جيشنا العربي السوري الباسل. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا مني ومن أسرة العمل في برنامج قضايا اقتصادية. ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.